ارحبوا يا رجال، ارحبوا ارحبوا، يلا حيه ارحبوا يا رجال. جوالاتي معكم انتم كلهم؟ لا جوال زوجي عند ماجد الحمود ماجد وصاحب البنا الله يسعدك. ارحبوا يا رجال، ارحبوا ارحبوا. مرحبا بشرف سعد، هذا ابي بخيت ابن علي اللبدان، والله شرف ومحمد علي اللبدان. مرحبا والله ومسهلا ونعم. ارحب راشد اخي ونعم. كيف الحال؟ شلونك؟ طيب سرح سرح. كيف الحال؟ سرح. طيب شلونك؟ يلا حمود طيب كيف الحال؟ يلا سرح سرح. انا لا 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 زين سرح. خليك عند حمود. كيف حمود مساعد؟ يا ريع الريق يرحمه، انت ما تعرفني. انا يا حي فر فر. ايه الاطفال يروحون. استريحوا شباب استريحوا استريحوا، الله يعينكم طول عماركم. بيض باسل. ايه هو يا ابي ايمن. يا سلام ايمن جدا. ما بدك استريح يا مرحبا. ترى حلو الحال والله ما تصدق. ايه يفتح عندك كلكم مبدعين ما شاء الله تبارك الرحمن. استريح عليهم. الله يعافيك الله يعافيك. الله يرحبك على فضله. يا مرحبا ابو علي، الله يمسك بالخير. مرحبا بك. الله يسلمك. اكيد اكثر العالم يسال ليش دخلتوا عائلتين مع لهند. يمكن اكثركم بعضنا يا اخوان المتسابقين او الجمهور برا يقول ليش عائلتين. راح يتكلم ابو علي ليش جاء معنا الليله. يا مرحبا ومسهلا. كل بقى يا مرحبا بك، الله يطول لي عمرك. تفضل. اشكركم على تحت في هذه الفرصه اللي قابلناكم فيها. وانا طال عمرك سويت عمليه وناجحه بالشكل الحمد، ولا بيحط عمرك يقلع الله يسلمك. ولا جابك ما تشوف شر ان شاء الله. الله يطول لي عمرك. وجينا طال عمرك نسلم عليه ون يعني اسم حد يعلمه ولا يروعه ولا يعني هذا هذا أيوة. هذا المقصد للي يسال. الله يسلمك. والد علي مسوي عمليه جعله ما يشوف شر ان شاء الله. الله يطول لي عمرك. وسوه طالع من المستشفى وجانا على طول هنا. الله يحييكم. علشان بس علي ما حد يعلمه ويفجعه. والله لا يهينك ويبيض وجهك ويرحم منك ويعافيك. وياك وياك. وخارج من الشتاء ان شاء الله. الله يجيك ان شاء الله. كيف؟ يا مرحبا بك. الله يسلمك. يا مرحبا. الله يطول لي عمرك ويحييك على كل حال. يا مرحبا. فهمت يا علي؟ مهندسنا. امور طيبك. الله يسلمك. امور طيبة. ما بغى على كلامني ولا بغينا تو طالع. لك تسلم. وجع لهم ما يشوف شر. الله يعافيك كلها. ونغار هذا فرحتي. علم الله اني صادق. هذا علشان يقول ليش عائلتين معه او شيء، هذا السبب. ايوه ايوه. انت ما قصرت انت يا ابو جابر ورايتك بيضاء. يا العمر طويل. الله يطول لي عمرك. هذا جد لك تسلم. ما يحتاج اعرفهم كلهم. ما يحتاج. الله يحييك ان شاء الله يا مرحبا. ما شاء الله تبارك الله. الله يطول عمرك. تسلم. هذه لا بد منها. ما عليك. نتلقى